بسم الله الرحمن الرحيم، بدأت أنا وياكم المحاضرة السابقة بحساب الإلكتريك فيلد لمجموعة من الديستريبيوشنز. الآن أول ما بدأنا بالإلكتريك دايبول، حكينا الإلكتريك دايبول باختصار عبارة عن شحنتين متماثلات بالمقدار ومختلفات في الإشارة. اشتقيت أنا وياكم الإلكتريك فيلد الناتج عن هذا الديستريبيوشن عند نقطة مثل P تبعد مسافة زي عن مركز هذا الدايبول، واخذنا سبيشال كيس الصحيح، حاله خاصه جدا انه زي اكبر بكثير من ابعاد الدايبول، يعني النقطه اللي بحسب انا عندها الالكتريك فيلد بعيده جدا بالمقارنه مع ابعاد الدايبول. حصلنا على النتيجه الموجوده امامنا هون، انه الالكتريك فيلد ما هو الا 2 تايمز كي تايمز بي ديفايدد باي زي كيوب، بحيث انه بي بيعبر عن الالكتريك دايبول مومنت. حكينا هذا كونسبت اور فيزيكال كوانتيتي جديده علينا، عزم الثنائي القطب الكهربائي مقداره هي كميه متجهه، مقدارها حاصل ضرب الشحنه في الديستانس بتوين الدايبول اللي هي ما بين الشحنات، واتجاهه دائما from negative charge to positive charge. اهميه الالكتريك دايبول مومنت الصحيح انه اتجاهه هو نفس اتجاه الالكتريك فيلد outside this electric dipole. فاذا طلب مني وين اتجاه الالكتريك فيلد outside this electric dipole وبحسب، لاحظوا على امتداد الخط المار بالشحنتين، على طول بمجرد ما اني احدد where is the direction of this dipole moment اللي هي من السالب للموجب، راح يكون similar لاتجاه الالكتريك فيلد in this case. انتقلت بعدها الى التنويه انه مش بالضروره دائما نتعامل مع point charges، بالعاده ممكن اننا نستخدم distributions، يعني الشحنه ممكن تكون موجوده على طول، بنصير نتحدث عن linear distribution، أو الشحنة موجودة على سطح وممكن تكون موزعة على حجم. هلا for linear distribution عرفت أنا وياكم linear charge density، كثافة الشحنة الطولية اللي هي بتعبر عن مقدار الشحنة لكل وحدة طول. وإذا كان عندي uniform distribution هذا الفراكشن الموجود عندي هون is constant وبيساوي مقدار الشحنة الكلية على الطول الكلي. If we have surface distribution بمعنى أنه الشحنة موزعة على مساحة، ببدأ أتحدث عن surface charge density اللي هي مقدار الشحنة الموجودة في وحدة المساحة. And again if we have uniform distribution so this implies بأنه نسبة الشحنة الجزئية على المساحة الجزئية كنسبة الشحنة الكلية على المساحة الكلية. And this ratio also is constant. بالنسبة للvolume distribution بعبر عن الشحنة اللي بتكون موزعة على حجم، وبالتالي بنصير نتحدث عن الvolume charge density اللي هي مقدار الشحنة الموجودة في وحدة الحجم. And again for uniform distribution this relation is valid. وبدأت أنا وياكم صحيح المحاضرة السابقة نشتغل على linear distribution، بدأنا بالcharged rod، افترضت أنه أنا عندي rod، هذا الrod طوله L، الآن بيحمل شحنة كلية مقدارها Q. Since this charge is distributed linearly، لاحظوا هي موزعة طوليا، إذا ببدأ أتحدث عن كثافة الشحنة الطولية اللي هي بتعبر عن مقدار الشحنة الموجودة في وحدة الطول. الآن عرفت أنا وياكم نقطة أصل لأني بدي أبدأ أكامل، وكاملت وأوجدت أنه الإلكتريك فيلد at this point اللي هي على امتداد هذا الرد وبتبعد عنه مسافة A it's gonna be something like this K lambda 1 divided by A minus 1 divided by L plus A. okay. فينا نرجع للفيديو السابق ونشوف شو الأشياء اللي اشتغلناها واشتقيناها واشتغلنا فيها. بعدين انتقلت أنا وياكم إلى الشارجد رينج still linear distribution، لازال عندي توزيع طولي. And why is that؟ لأني كأني بحكي لكم أخذت هذا الرد وثنيته بحيث أنه عمل as a circle. So it's still linear distribution، لازال أنا عندي توزيع طولي. اللي عملناه مثل أي system رح نشتغله في الdistributions، بجزئ هذا السيستم لأجزاء صغيرة، أجزاء طول إذا كان توزيعه طولي، مساحة إذا كان توزيعه سطحي مثل ما رح نشتغل إن شاء الله في محاضرة اليوم، حجوم صغيرة إذا كان توزيعه حجمي، وهكذا. الآن أنهينا بأنه الإلكتريك فيلد ما هو إلا K times Q times C divided by R squared plus Z squared to the power 3 half. طبعاً في عندي restriction أنه نقطة P اللي بحسب عندها الإلكتريك فيلد تقع على امتداد الخط المار بمركز هذا الرينج الموجود عندي هون. أوكي؟ أنا وعدتكم صحيح أني رح أبدأ بحل سؤال، so let me start solving problem، بعدين بنتقل للcharged circular arc. الآن لهذا الغرض رح أحل سؤال على الcharged ring، تمام؟ لهذا الغرض يا سادة يا كرام رح أعمل share للtext book، نقرأ السؤال سوا وبعدين نحاول نعمل له analyzing. الآن في هذا السؤال عم بحكي لكم التالي، this is C. الآن I want to solve problem
23 سؤال 23 this one. الآن في هذا السؤال بحكي لكم التالي okay. الآن problem 23 بيحكي لي in this figure في هذا الشكل الموجود عندي هون this figure shows two parallel non-conducting rings with their central axes along a common line. عندي حلقتين هذول الحلقتين مراكزهم بيكونوا على نفس الامتداد okay. حسب ما هو موضح في هذا الشكل. Ring 1 has uniform charge Q1. لاحظوا كلمة uniform ضرورية جدا. ليش؟ لأنه otherwise بدي أصير أتعامل مع طريقة مختلفة. Still هي في الانتجرال لكن رح نتعلم طريقة مختلفة في التعامل مع non-uniform distribution. إذن الحلقة الأولى بتحمل شحنة مقدارها Q1 and radius R ونصف قطرها R. Ring 2 has uniform charge Q2 and the same radius R. عندي الحلقة الثانية أيضا بتحمل شحنة مقدارها Q2 ولها نفس مقدار نصف القطر اللي هي big R. The rings are separated by distance D equal 3R. المسافة اللي بتفصل ما بين مراكز هالحلقتين هذول الموجودين عندي هون بتساوي ثلاث أضعاف نصف قطر أي واحدة منهم. الآن معطيني معلومة بيحكي لي the net electric field at point P on the common line at distance R from ring 1 is zero. محصلة المجال الكهربائي عند النقطة P اللي بتبعد عن مركز الحلقة الأولى مسافة R بساوي صفر. الآن بهاي المعلومات وبهاي المعطيات مطلوب نحسب what's the ratio between Q1 and Q2. بدي النسبة أو الفراكشن الكسر اللي بيعبر عن نسبة الشحنة الأولى اللي هي على الحلقة الأولى إلى الشحنة الثانية الموجودة على الحلقة الثانية. Well, وأنا بدي أضيف عليها شغلة ثانية اللي هي what's the signs of these charges. بدي إشارات هاي الشحنات الكهربائية الموجودة عندي هون. So let me stop sharing and returning back. لاحظوا الآن اتفقت معكم إذا بيكون عندي حلقة وبحسب الإلكتريك فيلد عند نقطة لابد إن هاي النقطة بداية إني أعمل تشيك حتى أستخدم هذا القانون إنها تقع على امتداد الخط الواصل بينهم. الآن نلخص السؤال في problem 23 الآن اللي قرأته قبل قليل. هذا البروبلم في التكست بوك بيحكي لي we have two parallel uniform rings. أنا عندي حلقتين. This is the first one. They are coaxial. بتشاركوا في على نفس امتداد الخط المار بالمراكز. Okay. كل واحدة فيهم الراديوس إلها big R. إذن متماثلات بنصف القطر. الآن بيحكي لي الرينج الأولى بتحمل شحنة مقدارها Q1 والثانية بتحمل Q2. Somewhere بينهم في عندي نقطة مثل P. تبعد عن الحلقة الأولى مسافة R. The whole distance between these two rings, المسافة الكلية ما بين الشحنتين is given in this problem. سمي لي إياها D وقيمتها 3 times R. هلا المعلومة اللي معطيني إياها بيحكي لي هذا السيستم الموجود عندي هون محصلة المجال الكهربائي the net electric field at point P equals 0. المحصلة النهائية للمجال الكهربائي عند النقطة P بتساوي 0. طيب well الآن عندي نقطة بالقرب من حلقة. Can we apply this equation? هل بإمكانني أطبق هاي المعادلة الموجودة عندي هون؟ Yes, we can. And why is that? لاحظوا إنه إحنا اشتقينا العلاقة الموجودة عندي هون لحساب الإلكتريك فيلد عند نقطة تقع على امتداد الخط المار بمركز الحلقة. طيب، لاحظوا الحلقة الأولى the first ring. الخط المار بمركز الحلقة this line والنقطة تقع على هذا الخط. Similarly for the second ring, النقطة P اللي أنا بحسب الإلكتريك فيلد عندها هاي النقطة تقع على امتداد الخط المار بمركز الحلقة. So far so good. إذن we can apply this equation or this results for the two rings. الآن بدي أسألكم ما هي إشارة what's the sign of these two charges؟ إشارة هذول الشحنتين اللي بضمن من خلالها إنه يكون the net electric field بتساوي zero. هلا مش بالضرورة أحكي واحدة موجبة واحدة سالبة، بكفي إني أعطيهم يعني بكفي إني أعطي indicator يعني they have the same sign, they have different sign. And keep in mind لما إحنا اشتغلنا واشتقينا حكينا well if this ring having a positive charge in this case رح يكون ال net electric field في مكان ما بعيدا عن الحلقة. If it's positive charge, sorry. If it's negative one, راح تكون باتجاه الحلقة. إذا معنى هذا الكلام إذا افترضت خليني أفترض أنا وياكم إنه Q1 is positive على فرض بدي أعمل check بس مش أكثر. إذا افترضت إنه Q1 positive charge في هاي الحالة راح يكون اتجاه الإلكتريك فيلد from Q1 far away from the ring. So this is the electric field from the first ring. الآن بدي تساعدوني وتحكوا لي هل ترى شو هي إشارة Q2 اللي أضمن من خلالها أحصل على متجه إذا جمعته مع E1 تطلع المحصلة بتساوي زيرو. موجبة دكتورة. موجبة نفس الإشارة. ليش؟
الآن إذا كانت if they have the same sign مثلاً plus sign في هاي الحالة أيضاً الإلكتريك فيلد رح يكون far away from this ring. هذا هو اتجاه المجال الكهربائي من الحلقة الثانية. هلا مبدئياً بحكي well if we have two vectors in different directions opposite to each other. إذا عندي متجهين الآن متعاكسين في هاي الحالة بضمن إذا بجمعهم مجموعهم بيساوي صفر تحت شرط شو هو؟ إنه مقدار المجال الكهربائي من the first ring should exactly equal the magnitude of the electric field from the second ring. Okay؟ إذا أنا بهذول الشرطين بضمن إنه محصلة المجال الكهربائي بتساوي زيرو. لو كان السؤال ما عم بسألني عن النسبة ما بين السؤال باختصار مطلوب الريشيو ما بين Q1 and Q2، ما هي الفراكشن بين Q1 و Q2 اللي بتخلي لي محصلة المجال عند النقطة P بتساوي زيرو. الآن well لو كان السؤال فقط check the signs of these charges أعطوني إشارة هذول الشحنات الكهربائية، بجي بحكي ببساطة حتى أضمن إنه المجال الكهربائي يكون في ما بينهم بيساوي zero they should have the same signs، ممكن الثنتين موجبتين أو الثنتين سالبتين. okay طيب كم مقدار المجال الكهربائي من الحلقة الأولى اللي هي حلقة تحمل شحنة مقدارها Q1 والنقطة بتبعد عن هاي الحلقة، لاحظوا هيها مسافة R. So I want to return back to this equation. رح أجي أحكي K ثابت Q اللي هي مقدار الشحنة اللي بتحملها الحلقة الأولى which is Q1 Z اللي هي بعد النقطة عن الحلقة which is R and everything is ready. فباجي بحكي المجال الكهربائي from the first ring it's gonna be K times Q1 again النقطة بتبعد عن مركز الحلقة المسافة R divided by R squared plus Z اللي هي اتفقنا R squared to the power 3. إذن هذا هو مقدار المجال الكهربائي الناتج عن الحلقة الأولى. What about the second ring? Similarly, I want to do the same thing. لكن بدي أنتبه الآن إنه بعد النقطة P عن مركز الحلقة هو 3R minus R. So this distance actually is just 2 times R. ماشي؟ إذن شو بيصير عندي؟ مقدار المجال الكهربائي from the second ring equal K Q2 times 2R. Again, Z بتعبر عن بعد النقطة عن مركز الحلقة. إذن multiplied by 2R divided by R squared plus لاحظوا بدي أخذ 2R وأربحها so it's gonna be 4R squared to the power 3 half. خلص انتهى الفيزيكس، انتهت لهون، ما تبقى just يعني بعض الماثماتيكال أناليسيس أبسط العلاقة الموجودة عندي هون. well رح أجي أحكي K مع K بتروح والR الموجودة عندي مع الR بتروح، شو بصفي عندي هون؟ بصفي عندي Q1، خليني بس أرتبها، إذا بجمعهم هذول together رح يعطيني 2R squared to the power 3 half right equal الآن بصفي عندي هون 2 times Q2 divided by 5 times R squared to the power 3 half. طيب so far so good. well الآن واضح إنه أنا عندي R squared to the power 3 half R squared to the power 3 half. similarly I can cancel R squared with the R squared فبنتهي بأنه الراتيو ما بين Q1 and Q2 هي كنسبة 2 multiplied by 2 fifth to the 3 half power. okay do this using calculator you're gonna figure it's around 0.5. النسبة ما بين الشحنتين هذول اللي بتخلي لي مقدار المجال الكهربائي the net electric field at point P بتساوي صفر هي around 0.5. واضح؟ الآن مش بالضرورة أنه يعطيني المحصلة اللي بتساوي صفر، بكل بساطة ممكن يجي يحكي لي well what's the net electric field at point P. هلا لو ما كانت هاي الريشيو باجي بكل بساطة فقط هنت أو ملاحظة لكم، لو كان المطلوب أعطوني the net electric field at point P في هاي الحالة we have to figure what's the signs of these two rings. لازم يحدد لي إشارة هذول الشحنات وبدي أمشي بالفرضية اللي أنا افترضتها إنه كل واحدة منهم تحمل شحنة موجبة. So I wanna say well الرينج الأولى رح تعطيني electric field هاي قيمته E1 بحسبه حسب مقدار القيم اللي بكون معطيني إياها في السؤال. ماشي لاحظوا اتجاهه باتجاه plus I hat. الآن plus رح أجي أحكي من الحلقة الثانية if it's positive sign رح يكون electric field E2 لكن اتجاهه رح يكون minus I hat. الآن أنا بفترض في النوت اللي أنا معطيكم إياها إنه الريشيو ما بين الشحنتين ما بتساوي 0.5 so we can easily figure بكل بساطة النتيجة نحسبها and finally it's gonna be باتجاه الآي هات إما الموجب أو السالب حسب مين من هذول رح يكون. okay
إذا بهاي الطريقة ممكن إنكم تتوقعوا أعطيكم حلقة حلقتين whatever وأطلب محصلة المجال، أو أعطيكم بعض الأبليكيشن، يعني نقطة المجال الكهربائي عندها بيساوي زيرو، ابحثوا لي عن مكانها، ابحثوا لي عن الريشيو ما بين الشحنات، so something like that. الفكرة إني أعرف أستخدم المعادلة اللي بشتغل عليها صح، وحتى أستخدمها صح الصحيح لابد من إني أتأكد إنه بينطبق عليها الشروط اللي إحنا بنشتغلها. شو هي الشروط اللي هي مثلاً في هاي الحالة؟ أنا بحسب الإلكتريك فيلد عن نقطة تقع على امتداد الخط المار بمركز الحلقة. صحيح today we're gonna continue with the linear distribution، لازلنا إحنا في النوع الأول من التوزيعات اللي هو التوزيع الطولي، وفي هذا التوزيع رح أخذ مثال آخر. لاحظوا أعطيتكم charged rod، أعطيتكم charged ring، and today we're gonna start with charged circular arc. إذا بترجعوا للمحاضرة السابقة and hopefully I have the notes. الآن إذا بترجعوا للمحاضرة السابقة yes, this one. في نهاية المحاضرة وصلنا للنتيجة اللي أمامكم هون، أيها KQZ divided by Z squared plus I squared، نفس النتيجة اللي أنا كتبتها هون، تمام؟ لكن أخذنا two special cases. الأولى حكينا لنفترض أني أنا بحسب الإلكتريك فيلد عن نقطة كثير بعيدة. Well, هاي النقطة كيف رح تشوف الرينج؟ رح تشوف الرينج as a point charge. إذا المفروض إذا بعمل بعض الـ approximations أنتهي بمقدار المجال الكهربائي لشحنة نقطية، يعني شحنة مقدارها كيوب تبعد مسافة Z and this is what we got. لما بتكون عندي R أقل بكثير من Z أو Z goes to infinity comparing with R، بصير عندي المقدار كبير بجمع له مقدار صغير، we can skip this one. فبصفي عندي في الدينومينيتر Z كيوب مع Z في النيومينيتر، بصفي عندي فقط z squared في الدينومينيتر. So that this is valid, this is true. الحالة الثانية الصحيح اللي ناقشناها بشكل سريع إنه what's the electric field from a charged ring at the center of the ring، في مركز الحلقة هون. يعني أنا ببحث أو بحسب المجال الكهربائي عند نقطة P تبعد مسافة zero عن مركز هذا عن مركز هاي الحلقة. Okay؟ If z equals zero، في هاي الحالة إحنا بنحسب الالكتريك فيلد at the center. And if we return back to this equation, لاحظوا الدينومينيتر محمي مش رايح للزيرو، لكن في النيومينيتر we have z. So the electric field it's going to be zero. الآن do we يعني هل بتتوقعوا انه we will get the same result إذا كان عندي جزء من حلقة؟ يعني بدل ما أتعامل مع حلقة كاملة بدي آخذ جزء من حلقة. الجزء من حلقة بنسميها charged circular arc، اللي هو قوس دائري أو قطاع دائري whatever. بدي أخذ جزء من هاي الحلقة، بدي أحكي الزاوية اللي بتفصل ما بين الأطراف is just phi، نصف قطرها r، and we're gonna calculate the electric field at the center of this circular arc just. Okay, so التارجت تبعنا هو حساب الإلكتريك فيلد، نحسب المجال الكهربائي electric field at the center of، رجاء اللي فاتح المايك يا محمد يغلقه، of the circular arc. تمام، هذا هو الهدف، نحسب المجال الكهربائي الناتج عن circular arc at the center، في مركزه. well نفس البروسيجر، شو رح اجي اعمل؟ وين ما رح يظهر عندي circular arc رح ادور على symmetrical axis. شو هو symmetrical axis؟ symmetrical axis عباره عن line بيقسم هذا circular arc ل two symmetrical shapes، لشكلين متماثلين. بمعنى if we assume this is our symmetrical axis، ماشي، معناها إنه هاي الزاوية اللي عندي هون it's gonna be phi divided by 2 and this one is phi divided by 2. رح أقسم هاي الزاوية اللي بتفصل ما بين أطراف هذا circular arc إلى زاويتين متماثلتين. And we're gonna do the same thing. شو يعني؟ رح أجي على هذا الشكل أجزئه لأجزاء صغيرة، أطوال صغيرة، بدي أحكي هذا الطول dl بيحمل جزء من الشحنة الكلية dq. And if we assume we have a positive charge, dq رح تعطيني electric field عند النقطة P، هاي المسافة اللي بتفصل بينهم. لاحظوا كم المسافة اللي بتفصل ما بين dl وما بين P، رح تكون دائما نصف قطر هاي circular arc. تمام، r هاي ثابتة عند أي نقطة على circular arc لأني أنا بحسب بالسنتر. الآن كم مقدار المجال الكهربائي اللي جاييني من هاي الشحنة الجزئية؟ well رح أحكي اتجاهه since it's positive على امتداد الخط الواصل بينهم بهذا الاتجاه، وراح أسميه DE. And why is DE؟ لأنه هذا جزء من المجال الكهربائي الكلي وليس كل المجال. طيب so far so good، راح أسمي هاي الزاوية ثيتا، بحيث أنه ثيتا بتعبر عن الزاوية اللي عندي بتقابلها في هذا المكان. It's يعني kind of هاي الزاوية، بديش أكثر
الأشياء الموجودة على الشكل. طيب الآن في هذا الديستريبيوشن في عندي سيجمنت اوف لاين، عندي جزء من طول له نفس مواصفات هاي السيجمنت اللي اخترتها، بمعنى انه طولها دي ال وبتحمل دي كيو وبتبعد نفس الزاويه، يعني اذا اخذت هاي المسافه اللي بتوصل بينها وبين بي راح تعطيني الكتريك فيلد ان ذس دايركشن نفس المقدار ونفس الزاويه ثيتا اللي موجوده عندي هون. الان هذول متماثلات، ايش يعني متماثلات؟ يعني لهم نفس المقدار ونفس الزاويه اللي بيصنعها مع الاكس اكسس. Well, we can now find the components of these two electric fields. بإمكاني أجي أحكي هذا المتجه إله مركبة على ال y-axis راح تكون dEy, right? وراح يكون إله مركبة على ال x-axis. This is dE times x. Similarly لهذا لهي المركبة راح يكون في عندي dEy. راح يكون في عندي أيضا مركبة أخرى باتجاه ال x-axis dEx. هلا لاحظوا أنا عم بحكي لكم they are symmetric، متماثلات بكل شيء بالمقدار وبالأبعاد. إذا this implies بأنه ال y component they gonna cancel each other ورح يتبقى فقط عندي ال x component. هلا ممكن حدا يجي يحكي لي well إذا معناه أنه ال electric field رح يكون مجموع هذول الثنتين، مجموع هذول الثنتين من ال two segments الموجودين عندي هون بس. إذا إذا بدي المجال الكهربائي الكلي باجي بحكي well أي segment رح آخذها راح يكون في وحده مقابلها تنلغي المركبات الصاديه وتتبقى عندي المركبات السينيه. اذا افترضنا انه this is our x axis and this is our y axis. So the net electric field or the total electric field at the center of this circular arc راح تكون عباره عن مجموع كل المركبات السينيه dEx. طيب شو هي dEx؟ Let's figure that. اذا اعتمدت هاي الزاويه ثيتا، لاحظوا انا عم بتحدث عن واحد منهم مش هيك؟ So this is dE and this is theta. الآن إذا بدي المركبة السينية بكل بساطة باجي بحكي this is dE times cosine theta. أنا ما بتهمني الإشارة الآن، بدي أحسب المقدار وبعدين we gonna figure where is the direction. طيب شو هي dE؟ ما احنا تعلمنا dE بتعبر عن مقدار المجال الكهربائي اللي جاييني من شحنة صغيرة مقدارها dQ وبتبعد مسافة r. So it's gonna be k مضروبة في مقدار الشحنة مضروبة ببعد هاي الشحنة عن النقطة اللي بدي أحسب عندها الإلكتريك فيلد. So we know what's the electric field from this segment charge. راح أعوضها هون. بصير عندي الانتجرال على k times dq divided by r squared multiplied by cosine theta. أنا حكيت لكم الصحيح التشالنج في الديستريبيوشنز هو كيف أنا يعني أبسط هذا الانتجرال، كيف أبسط يعني أحول هذا الانتجرال من تكامل لشحنة إلى تكامل على طول على زاوية، يعني إشي فاميليار بالنسبة لنا and we can do this. طيب حتى أوجد شو هي dq؟ well بدي أرجع للdistribution. هذا التوزيع اللي عندي توزيع طولي، توزيع موزع على الطول، يعني we have linear charge density lambda. okay هاي lambda بتعبر عن مقدار الشحنة الموجودة في وحدة الطول. so this implies بأنه dq الموجودة عندي في الانتجرال الموجود عندي هون ما هي إلا lambda times dl. الآن reality فعليا لاحظوا إني أنا لما أجي أقسم هذا circular arc الموجود عندي لأجزاء صغيرة من نقطة لنقطة اللي رح يختلف هو الزاوية اللي بيصنعها مع الـ x-axis. يعني إذا أخذت الأقرب segment هون عند هذا الطرف بيصنع زاوية مع الـ x-axis phi divided by 2 under the x-axis، إذن رح تكون minus phi divided by 2. إذا بنتقل لحتى أوصل لهون رح الآن تصير الزاوية اللي بيصنعها عنصر الشحنة أو عنصر الطول مع الـ positive x-axis هي plus phi divided by 2. إذا من الحكمة بمكان إني أجي أحول هذا الانتجرال من الانتجريشن على الطول للانتجريشن على الزاوية. طيب كيف بدي أعمل هذا الشيء؟ بدي أكبر هاي السيجمنت إليمنت الموجودة عندي هون، مش راح أرسمها على هذا الشكل، بدي أكبر دي ال هاي وأطلع عليها وأشوف شو هي فعليا. السيجمنت دي ال اللي أنا اخترتها هذا الجزء من الطول اللي أنا سميته دي ال، فعليا لو أجي هاي المركز this is our center this is P and this is theta in this case. okay الآن لاحظوا بعد dl عن هذا المركز ما هي إلا المسافة r. الآن هاي الزاوية d theta اللي عم تتغير من نقطة إلى أخرى حسب السيجمنت اللي أنا بختارها، تعلمنا إحنا في كلاسيكال 101 كيف أربط ما بين اللينير وما بين الأنجلر variables بأنه دائماً المسافة الخطية linear 1 بتساوي نصف القطر مضروبة بالمسافة الزاوية الموجودة عندي هون. العلاقة اللي بتربط ما بين theta r and dl هي هاي العلاقة اللي اشتغلناها later on in physics 101.
فرح اخذ هاي النتيجه الموجوده عندي هون، اعوضها في دي كيو، وبعدين اعوض دي كيو هون واشوف الليمتس وين راح تكون. اوكي، سو ليتس دو ذات. سو ذس امبلايز بانه دي كيو الان ما هي الا لامدا ملتبلايد باي دي ال، اللي هي عباره عن ار تايمز دي ثيتا. هاي النتيجة اللي حصلت عليها الآن بدي أخذها وأعوضها في الانتيجرال، بصير عندي التكامل على K دي كيو عبارة عن لامدا R دي ثيتا divided by R squared، وما أنسى أنه we have cosine ثيتا في مكان ما. لاحظوا K ثابت، لامدا ثابت، R ثابت، R squared ثابت، R مع ال R squared بصفي عندي واحدة، وبدي أخذهم كلهم هذول ثوابت لبرا. So this is K لامدا divided by R، هذا كله ثابت. شو صفى عندي؟ صفى عندي الانتجرال على كوساين ثيتا دي ثيتا. طب من وين لوين بتتغير ثيتا؟ حكينا احنا ثيتا رح تتغير من هذا المكان اللي هي minus phi divided by 2 to plus phi divided by 2. اذا حدود الانتجرال it's gonna be from minus phi divided by 2 to plus phi divided by 2. كيف بدي اوجد هذا التكامل؟ خلينا نكبر الخط شوي بحيث انه okay. And well رح اجي احكي in this case الإلكتريك فيلد الناتج عن السيركولار ارك ما هو إلا K ثابت، لامدا ثابت، divided by R أيضا ثابت. شو تكامل الكوساين؟ باجي بحكي تكامل الكوساين ساين ثيتا. من وين لوين ثيتا بتتغير؟ من minus phi divided by 2 إلى plus phi divided by 2. لأن لاحظوا شو هي phi؟ phi أصلا الزاوية اللي بتفصل ما بين أطراف السيركولار ارك الموجودة عندي هون. طيب well so in this case it's gonna be في هاي الحالة راح تكون عبارة عن k lambda divided by r multiplied by sine، بعوض ال upper limit وبطرح منها ال lower limit. Just keep in your mind إنه أنا بعرف إنه sine odd function sine minus phi divided by 2 راح تطلع عندي الإشارة السالبة لبرا، راح تكون minus sine phi by 2 minus مع minus بتصير plus. إذا رح أنتهي ب 2، هذولا 2 terms متماثلين 2k lambda divided by r multiplied by sine phi divided by 2. إذا هذا مقدار المجال الكهربائي الناتج عن إيش؟ الناتج عن circular arc، سوري، جزء من حلقة. هاي الحلقة إحنا افترضنا إنها بتحمل شحنة موجبة، وبنحسب الإلكتريك فيلد at the center at this point في، بحيث انه فاي بتعبر عن الزاويه ما بين اطراف هذا السيركولار ارك. تمام، لاحظوا في النهايه احنا حكينا في النهايه كل المركبات العموديه الفيرتيكال 1 they can cancel each other، اذا راح يصفي عندي فقط الهوريزونتال كومبوننتس. فاذا كانت عندي شحنه موجبه، يعني الرسم بجوز هناك ارتب شوي، anyway اذا كانت عندي شحنه موجبه فاينالي الالكتريك فيلد راح يكون far away from the circular arc. Then الآن بإمكاني إني أعمم. If we have a negative charge، إذا كانت عندي شحنة سالبة وبدي أحسب المجال الكهربائي at the center of this circular arc بنفس الطريقة، راح يكون على امتداد الخط اللي هو اللي بيقسم هذا الشكل the symmetrical axis، لكن in this case it's gonna be towards this circular arc. إذا معطيني لامدا، معطيني R، معطيني phi، straightforward بطبق في هاي العلاقة الموجودة عندي هون. الآن في بعض الأحيان مش بالضرورة يعطيني لامدا، ممكن يعطيني كيو كاملة الشحنة الكلية، ممكن يعطيني طول هذا القطاع الدائري، أو ممكن ما يعطيني طوله للعلم، ممكن يعطيني جزء منه. ف you can figure that، باجي بحكي لامدا بتعبر عن مقدار الشحنة الموجودة في وحدة الطول. الآن كيف بدي أوجد L؟ الآن إما أنه بيعطيني إياه طول صريح، أو بجيب كنسبة وتناسب، باجي بحكي مثلا لو كانت عندي حلقة كاملة in this case 2 pi r بتكافئ، إذا كانت حلقة كاملة 2 pi r بتكافئ 2 pi، بدنا ننتبه إني بدي أشتغل ب phi it should be in radian. الآن حسب الطول اللي بدي إياه بحدد من الزاوية اللي بيكون معطيني إياها، I wanna figure what's L، هاي شو هي؟ حسب الزاوية اللي بيكون معطيني إياها بوحدة الراديان. وحتى نفهم هذا الكلام أكثر رح آخذ أنا وياكم مثال. إذا نلخص كل هذا الشغل اللي اشتغلناه، if we have a charged circular arc، المجال الكهربائي الناتج عن القطاع دائري بيحمل شحنة كهربائية is given by this relation، بعيداً عن السيركولار arc إذا كانت بتحمل شحنة موجبة، وراح يكون باتجاهها إذا كانت بتحمل شحنة سالبة. Okay. So let me do this. This is
الآن لهذا الغرض خليني أقرأ أنا وياكم السؤال التالي ونحاول نعمل بعض الابروكسيميشن له قبل ما إننا ننتقل للسيرفيس ديستريبيوشن. طيب اوكي خليني أعمل شير للسؤال نقرأه بعدين نرجع لأي مداخلة عندكم. So we're gonna solve actually problem which 125. خليني أحل أنا وياكم 25 وراح أترك لكم problem 24. يعني يعني اعتبروه homework، اعتبروه practicing example، سؤال جربوا حلو. سؤال 24 نفس الفكرة اللي راح أشتغل فيها لكن راح تختلف الزاوية، فبدنا ننتبه كيف بدنا نتعامل معها. Okay. So I wanna solve problem 25 in the textbook. نشوف شو هي معطيات هذا السؤال وبعدين نحاول نعمل approach ونحل هذا السؤال. في problem 25 بحكي لي في هذا الشكل two curved plastic rods. لاحظوا هذا رود وأنا عملت له circling. So we have circular arc. شكل كل واحد منهم على شكل نصف حلقة. Two curved plastic rod, one of charge plus Q. واحد منهم بيحمل شحنة plus Q and the other of charge minus Q. والثاني بيحمل إشارة مقدارها minus Q. الآن form a circle of radius R equal 8.5 centimeters in the XY plane. إذن فينا نتخيل الآن أني أحضرت two rods بحيث أنه واحد منهم شكلت منه نصف حلقة، تمام؟ نصف قطرها R and this one with a plus sign, this is plus Q, yep. And the downward one واللي في الأسفل هذا أيضاً بيكمل هاي الحلقة الموجودة عندي هون something like this وبيحمل شحنة مقدارها minus Q. They are having the same radius. الآن بحكي لكم مقدار R is given. R is 8.5 centimeters. The x-axis passes through both of the connecting points and the charge is distributed uniformly. Again, هاي المعلومة جدا مهمة. إحنا لغاية الآن لأنه ما عم بنناقش non-uniform distribution مش بقديل بالنسبة إلي، لكن we have to double check إنه we have uniform distribution on both rods if Q equal 15 picocoulomb. نعطيكم مقدار الشحنة وبدنا ننتبه إنها بوحدة البيكو كولوم. And we know إنه البيكو عبارة عن 10 to the power minus 12 بوحدة الكولوم. الآن مطلوب what are the magnitude and the direction relative to the positive direction of the x-axis. حتى لو ما أعطاني هاي المعلومة على طول، ثيتا لما بتنطلب المقصود فيها الزاوية اللي بيصنعها المتجه المحصل أو المتجه النهائي مع positive x-axis counterclockwise لمين؟ Sorry. Of the electric field produced at P اللي هي بتمثل the center of the circle. أصلاً إحنا ما ناقشنا غير هاي الحالة. We already just derived the equation related to the electric field at the center of the circular arc. طيب إذن خليني أعمل stop للشاشة ونشوف شو اللي عم بيصير فعلياً. مسمي لي هاي النقطة نقطة P وبيحكي لي أعطوني the net electric field at point P. أعطوني محصلة المجال الكهربائي عند النقطة P as a magnitude كمقدار، بدنا مقدار هذا المتجه and as a direction. ولما بحكي direction خلاص keep in mind على طول إني أنا ببحث عن الزاوية ثيتا اللي بيصنعها المتجه الموجود عندي هون مع ال positive x-axis. طيب well كيف بدي أعمل analysis لهذا السؤال؟ هل ممكن إني أفكر وأجي أحكي well هي عبارة عن حلقة كاملة مجموع الشحنات عليها plus Q minus Q بتساوي 0، إذن المجال الكهربائي بيساوي 0؟ لا، رح تكون تخبيص، أكيد في إشي خطأ. ما بيصيرش أتعامل مع حساب المجال الكهربائي بجمع الشحنات جمع جبري، لا، لأنه الشحنات موزعة على طول. إذن هذا الشكل الموجود عندي هون فعلياً هو عملية combination لشكلين، شو هم؟ هذا عبارة عن شكلين أنا جزأتهم رد هاي نصف حلقة وجمعت لها نصف حلقة أخرى بهذا الشكل، هاي بتحمل إشارة موجبة plus Q وهي بتحمل إشارة سالبة minus Q. إذن اللي رح أعمله الآن، هاي المحاور اللي قلنا، اللي رح أعمله الآن رح أجي أحسب الإلكتريك فيلد from this rod على حدة على اعتبار إنه this is our circular arc، تمام؟ باستخدام المعادلة الموجودة عندي هون. كيف بدي أشوف الآن how we can figure each quantity، كيف بدي أحسب كل واحدة من هذول؟ ماشي؟ الآن رح أجي أحسب الإلكتريك فيلد from the positive charge، بعدين from the negative one على هذا circular arc، وبعدين أوجد مقدارهم اتجاههم وأجمعهم وأبحث عن المقدار والdirection. طيب حتى نبسط الأمور وما نضيعش كثير، إحنا حكينا لما بيكون في عندي circular arc ببحث عن محور التماثل اللي بقسم لي هذا الشكل لجزئين متماثلين. And why is that؟ لأني أنا صحيح ببحث عن phi هاي اللي بدي أعوضها هون،
شو ما كانت الزاوية I have to take the half of this angle، لازم أخذ نصف مقدار هاي الزاوية الموجودة عندي هون. خليني أنقل هاي العلاقة عشان تظلها أمامنا ونشوف كيف بدنا نحسب المجال لكل واحدة منهم. okay. الآن الإلكتريك فيلد related to circular arc أنا عم بنقلها فقط مش أكثر 2k times lambda divided by big R multiplied by sine phi divided by 2. The I want to start رح أبدأ أطبق بهاي العلاقة على البوزيتيف تشارج على الشكل الموجود عندي هون. 2 ثابت، الk ثابت قيمته 9 times 10 to the power 9. طيب شو هي لامدا؟ هل معطيني لامدا في السؤال؟ لا، معطيني مقدار الشحنة ومعطيني نصف القطر. باجي بحكي well أنا عندي circular arc I don't know what's the length of this circular arc، بس أنا بعرف إنه لامدا بتعبر عن مقدار الشحنة الموجودة في الطول. أي طول؟ الطول الموزع عليه هاي الشحنة. الآن بكل بساطة ممكن الكل يجي يحكي لي well طب ما احنا بنعرف إنه هاي النصف نصف محيط حلقة مش هيك؟ إذا بإمكاني أحكي in this case L سهل لهذا الشكل. L هي عبارة عن one half the circumference of the circle times 2 pi times R. تمام؟ كيف حصلتها L؟ L معناها مقدار الطول هذا الرد، مقدار طول هذا circular arc اللي موزع عليه شحنة. طيب لو أعطاني أي زاوية ثانية غير ال 180 أو غير هاي النصف حلقة كيف بإمكاني أني أحصلها؟ باجي بحكي well أعطيتكم هنت أنا في الأعلى. شو باجي بعمل؟ أي زاوية بيعطيني إياها whatever شو ما كان السيركولار أرك شو ما كانت هاي الزاوية، أول خطوة حول الزاوية هاي للراديان. نيجي بنحكي أنا بعرف إنه المحيط الدائرة كامل بقابل زاوية مقدارها 2 pi r. تمام؟ الآن 2 pi r بتقابل الفاي الزاوية هاي الموجودة عندي بتقابل الطول كاملاً اللي هي محيط الدائرة الموجود عندي في هذا الشكل. طيب if we have to figure a specific length خليني أسميها L total اللي هو المحيط الدائرة كامل. okay. الآن إذا عندي جزء part of this length L prime بدي أخذ مقدار الزاوية الموجودة عندي في هذا السؤال بوحدة الراديان. تمام؟ خلال الحل راح نشوف مثال عليها والبروبلم اللي أعطيتكم إياه problem 24 you can figure this. طيب نرجع للسؤال باجي بحكي well in this case أو إذا بتكون مش النسبة هاي برجع للميكانيكس 101 إحنا حكينا الطول اللي بقابل زاوية معينة ما هو إلا نصف القطر multiplied by phi هاي أسهل. إذا بدي أحصل على طول قطاع دائري أو طول قوس دائري كل ما هنالك بأخذ نصف القطر بضربه بفاي لكن you have to double check إنه phi it should be in radian. يعني في هذا السؤال لو إجيت سألتكم الطول L اللي ببحث أنا عنه عبارة عن R في phi شو هي phi الزاوية اللي بيصنعها هذا circular arc من هذا الطرف لهذا الطرف كم هاي الزاوية؟ هاي الزاوية 180 degree بس أنا ما بتعامل مع ال 180 degree بتعامل مع phi بالradian اللي هي in this case is just phi so it's gonna be R times phi. هل هي النتيجة اللي حصلت عليها هون؟ yes 1 half مع 2 بتروح بصفي عندي q divided by pi times r النتيجة اللي حصلت عليها. إذن الآن لامدا أصبحت معلومة. ليش لامدا أصبحت معلومة؟ q معطيني إياها في السؤال r أيضا محدد لي إياها في السؤال so we know what's lambda بعرف شو هي لامدا. what else r معطاه phi بدكم تنتبهوا إنه اللي بدي أعوضها هون it should be phi divided by 2. تمام؟ برجع للشكل كم الزاوية؟ طبعا احنا اتفقنا انه فاي اللي بتوصل ما بين الاطراف خذ هذا الطرف وخذ هذا الطرف هاي الزاوية اللي بتوصل بينهم so this is one end and this is the other one. كم الزاوية بينهم؟ الزاوية بينهم 180 degree. في هاي الحالة فاي كاملة عبارة عن باي نصف فاي فاي divided by 2 it's gonna be in this case 90 degree and therefore sine فاي divided by 2 is just 1 جيب 90 درجة بيساوي 1. بهاي الطريقة بإمكاني أحسب مقدار الإلكتريك فيلد from the positive charge من الشحنة الموجبة. بكل بساطة بعوض القيم الموجودة عندي هون وبحسب. لكن أنا ما رح أضيع الوقت لأنه في عندي هنت أو في عندي خليني أحكي طريقة أسرع لإيجاد الناتج اللي أنا ببحث عنه اللي هو محصلة المجال الكهربائي مقداراً واتجاهاً من الثنتين. كيف؟ خلينا نشوف. الآن كمقدار هاي مقدار المجال. طيب وكاتجاه اتفقنا إذا بيكون هذا السيركولار أرك بيحمل شحنة موجبة رح يكون الإلكتريك فيلد بعيداً عن السيركولار أرك وإذا كان بيحمل شحنة سالبة باتجاهها. طيب الآن هذا الجزء الموجود عندي هون الإلكتريك فيلد اللي جاييني منه عند هاي النقطة P رح يكون far away from the circular arc so this is the electric field from the positive charge. الآن اطلعوا لي على الشحنة السالبة
شحن السالبة إلها نفس المقدار وإلها نفس نصف القطر، والزاوية ما بين الأطراف بمعنى أنه أنا عندي نفس القطاع الدائري اللي هو نصف حلقة، إذا كمقدار we will get the same result، رح أحصل على نفس النتيجة، كل شيء متماثل. طيب كاتجاه since we have a negative charge رح يكون عند هاي النقطة P another electric field، مجال كهربائي باتجاه الشحن السالبة بهذا الشكل. إذا الإلكتريك فيلد الشحن الموجبة كمقدار أيضا بيساوي الإلكتريك فيلد بالنسبة للشحن السالبة، لهم نفس مقدار الشحنة، نفس نصف القطر ونفس القطاع الدائري، بمعنى فاي هي نفسها في كلا الحالتين. well الآن إذا بدي أجي أحسب الإلكتريك فيلد as a net electric field، لاحظوا متجهين بنفس الاتجاه محصلتهم مجموعهم، فباجي بحكي twice one of these، باجي بضاعف واحدة منهم إما الموجبة أو السالبة. And you can figure that. مش رح أضيع عليها وقت، الأرقام معكم حلوها وتأكدوا إنها رح تعطيني 11.9 نيوتن بير كولوم. هذا هو مقدار المجال الكهربائي الناتج عن الـ two circular arcs at the center of this distribution. طيب هذا المقدار. So the magnitude of this net electric field 11.9 نيوتن بير كولوم. What about the direction؟ وين اتجاه هذا المتجه الناتج عن مجموع الاثنين مع بعضهم البعض؟ الاتجاه رح يكون محصلة اثنين بنفس الاتجاه رح يكون باتجاههم ضعف واحدة منهم. So this is the net electric field. الآن ممكن أجي أحكي well هي على الـ negative y axis، هي على الـ downward أو باتجاه الـ south، لكن إحنا اتفقنا لما بنحكي direction أنا interested بإيجاد ثيتا اللي بيصنعها هذا المتجه from positive x axis counterclockwise بهذا الشكل. So in this case ثيتا should be 270 degree. واضح؟ خليني أعطيكم فرصة للأسئلة. الآن رح أنتقل أنا وياكم again للسيرفس ديستريبيوشن، للتوزيع السطحي. لما أتحدث عن توزيع سطحي معناه أنه الشحنة موزعة على سطح وليس طول. وتطبيق على هذا الديستريبيوشن رح أخذ أنا وياكم الشارج ديسك، طبعا again uniform charge distribution على افتراض أنه الشحنة موزعة بانتظام. الشكل اللي رح أناقشه مثل CD أو DVD، so you can figure that something like this. لكن الآن هون مش مجوف، هذا عبارة عن سطح، وهذا السطح الشحن موزعة عفوا على كل هذا السطح، على هذا السيرفس. So we have charge شحنة مقدارها Q موزعة على مساحة معينة، وإحنا interested طبعا بما أنه ديسك إذا إله نصف قطر، let's assume إنه نصف قطر هذا الديسك is big R. إحنا interested الصحيح again بlimited cases، يعني بحساب المجال الكهربائي at any point عند أي نقطة على امتداد الخط المار بمركز هذا الديسك، وبتبعد هاي النقطة let's say مسافة again بدي أفترض إنه let's say this is our z axis، خلينا نمشي مع textbook، هذا المحور باتجاه z axis والنقطة بتبعد مسافة z. well الآن لاحظوا الشحنة موزعة على مساحة، فإحنا بنصير interested be the surface charge density سيجما، اللي هي بتحكي لي إنه سيجما بتعبر عن مقدار الشحنة الموجودة في وحدة المساحة. And if we have uniform distribution as in our case، أنا مفترض إنه هاي الشحنات موزعة توزيع منتظم. كيف يعني؟ يعني إذا باجي على هذا الشكل وبجزئه لأجزاء متماثلة بالمساحة، نسبة الشحنة للمساحة راح تكون متساوية وبتساوي نسبة الشحنة الكلية على المساحة الكلية. هلا احنا رح ناخذ حالة خاصة صحيح اللي هي الديسك، لكن كمان شوي لما ناخذ أبعاد هذا الديسك كثير كبيرة رح نعممها بغض النظر كانت سيركل، كانت سكوير، كانت ريكتانجل، شو ما كان شكل هذا الديسك، إذا بتكون أبعاده كثير كبيرة مقارنة ببعد النقطة، we have a special case. This is our target إن شاء الله في هذا المثال. أوكي؟ طيب الآن الخطوة نفسها، يعني بدي أجي أفكر بهذا الشكل الموجود عندي هون وأجزئه. لاحظوا في الطول كنا نجزئه لأطوال صغيرة، الآن في المساحة بدي أجزئه لمساحات صغيرة. طيب شو هي المساحات الصغيرة؟ لاحظوا المساحات الصغيرة اللي راح أجزئها اللي هي الـ area element، العنصر المساحة اللي راح أختاره اللي هو dA، هذا راح تكون عبارة عن رينج حلقة. هلا البعض رح يقول لي طيب ما احنا الرينج اشتغلناها على اللينير ديستريبيوشن، رح احكي لكم رح اخذها حلقه لكن لها ثيكنس معين، الثيكنس لها بدي افترضه دي ار، اذا اي وانا رح اجي على هذا الشكل الموجود عندي هون، شو رح اعمل؟ رح اجزئه لحلقات، بتبدا هاي الحلقات من المركز وبتكبر تكبر تكبر لحتى توصل للمحيط، فرح اختار اي وحده منهم عشوائيا، تمام؟
راح اختار هاي الحلقه اللي موجوده عندي هون، لكن هاي الحلقه بحكي لكم لها ثيكنس معين، بمعنى حتى اصير اتحدث عن مساحه. راح اجي احكي وي هاف ا رينج، نصف قطر هاي الحلقه ار، وبتحمل شحنه جزئيه من الشحنه الكليه مقدارها دي كيو. تمام، نركز الان. ايش عملت انا في هاي الخطوه؟ جزأت المساحه الموجوده عندي لمساحات صغيره، حلقات لها ثيكنس معين. هذا الثيكنس بدي اسميه دي ار، يعني معلش بدنا نعجق الشكل شوي. So this is our ring. الثيكنس الموجودة عندي هي DR، سمك هاي الحلقة هو DR، وبحيث أنه هاي الحلقات تبدأ من المركز إلى المحيط. طيب الآن هاي الحلقة الموجودة عندي هون لو إجيت سألتكم كم مساحتها، هل هي بتعبر عن مساحة الديسك كاملة؟ لا، هي جزء من المساحة الكلية. كم مساحتها؟ مساحتها إذا فيكم تتخيلوها مثل هي its ring. إذا أجيت على هاي الحلقة وقصيتها راح تلاحظوا something like this. هاي الحلقة كانت دائرية وجيت قصيتها صارت رد. الثيكنس هذا ما هو إلا dr، هذا اللي بتحدث عنه. طولها هاي هي عبارة عن محيط الحلقة which is 2 pi times r. okay. طيب so far so good. إذن معناها عنصر المساحة اللي أنا بتحدث عنه لهاي الرينج هو عبارة عن الطول في العرض، it's 2 pi r times dr. هذا الاريا element اللي أنا اخترته له هذا الديسك، وهي special case يعني تهكلوش هم مش كثير الحالات اللي رح نناقشها. well أو البعض ممكن يجي يفكر يحكي طيب ما أنا بعرف إنه الحلقة مساحة أي حلقة عبارة عن pi r squared، إذا بدي أعملها just little change، تغيير بسيط، بصير عندي dA equal pi r squared. التغيير البسيط its derivative عبارة عن 2r times dr. فسواء اشتغلت بهاي الطريقة أو بهاي الطريقة اللي بتريحكم سووها. إذا جزأت هذا الديسك إلى مساحات صغيرة، كل واحدة منها هي مساحة رينج مقدارها 2 pi r dr. لكن أنا بعرف سابقا، خليني أفرجيكم النتيجة النهائية اللي إحنا وصلنا لها وكيف رح أعيد أنا كتابتها بدلالة الحلقة الموجودة عندي هون. الآن المحاضرة السابقة، أوكي، المحاضرة خليني أفرجكم إياها هيك بداية. المحاضرة السابقة حكينا إذا بيكون عندي حلقة نصف قطرها big R وبحسب الإلكتريك فيلد عند نقطة مثل P بتبعد مسافة Z عن مركز هاي الحلقة، هذا مقدار الإلكتريك فيلد اللي راح يجيني منها. الآن هاي الحلقة جزء من ديسك، طلعوا عليها، خليني بس أقارن أنا وياكم بإيش رح أبدل القيم. إذا بتطلع عليهم رح أجي أحكي الحلقة الموجودة عندي هون سابقاً كان نصف قطرها big R، الآن الحلقة الموجودة عندي هون نصف قطرها small R. النقطة لا زالت بتبعد مسافة Z، لا زالت النقطة أيضاً هون بتبعد مسافة Z. المجال الكهربائي في النهاية إذا كانت عندي شحنة موجبة رح يجيني من هاي الحلقة far away from this ring. So this is the electric field from this ring. لكن بدي أنتبه الآن إنه هذا الإلكتريك فيلد من هاي الحلقة رح يكون جزء من المجال الكهربائي الكلي. ليش؟ لأنه أنا رح أجزئ هذا الديسك لحلقات أخرى. فرح أجي أحكي المجال الكهربائي اللي جاييني فقط from this ring بيساوي، لحظة هاي بدي أخذ العلاقة وأعوض فيها. This is K، شحنتها هي فقط شحنة جزئية من شحنة هذا الديسك DQ multiplied by the Z the same. الآن divided by instead of big R، الآن نصف قطر هاي الحلقة اللي أنا اخترتها R small plus Z squared to the power 3 half. هاي النتيجة اللي إحنا حصلنا عليها سابقا شو هي؟ بتحكي لي هذا هو مقدار المجال الكهربائي الناتج عن حلقة بتحمل شحنة مقدارها DQ نصف قطرها R عند نقطة بتبعد عنها مسافة Z. طيب إذا أنا interested بحساب المجال الكهربائي الكلي باجي بحكي بكل بساطة اجمعوا كل المجالات الكهربائية اللي رح تيجيني من هاي الحلقات. طيب so far so good، نسرع في الأمور حتى أجري هذا الانتيجرال. دائما التشالنج عنا هو بدي كيو، كيف أحولها لطول لمساحة. الآن إذا بدي أعوض باجي بحكي this is k this is z divided by r squared plus z squared بهذا الشكل okay to the power 3 half and we have dq. الآن أنا مشكلتي بدي كيو هاي، كيف بدي أخلص منها؟ باجي بحكي well since we have a surface distribution، أنا بعرف إنه في عندي سيجما اللي هي كثافة الشحنة السطحية بتعبر عن مقدار الشحنة الموجودة في وحدة المساحة. So from this equation we can rewrite dq as sigma times dA. طيب شو هي dA؟ So dq بتساوي سيجما، عنصر المساحة اللي اخترته أنا هي مساحة رينج إلها thickness dr عبارة عن 2 pi r times dr. إذن
هاي مقدار الشحنة بدي أخذها أعوضها هون، شو بصير عندي؟ بصير عندي الانتيجرال على كي تايمز سي تايمز سيجما، عم بعوض الآن 2 باي ار دي ار ديفايدد باي ار سكويرد بلس سي سكويرد تو ذا باور 3 هاف. هلا بدنا ننتبه انه الانتيجرال على سمول ار، شو هي سمول ار؟ سمول ار بتعبر عن نصف قطر الحلقه. Is it constant? Is it fixed? هل نصف قطر هاي الحلقة ثابت؟ لا، لأني أنا لما إجيت على هذا الديسك رح أجزئه لحلقات صغيرة بتبدأ من المركز، يعني R بتبدأ from the center of this disk to the يعني to the edges على حواف هذا الديسك اللي هي to big R. R small بتعبر عن نصف قطر الحلقات اللي أنا رح أجزئ هذا الشكل إلها. إذا شو رح أعمل الآن؟ رح أحاول أعمل some analysis، بدي أختصر وأوجد هذا الانتجرال. الآن بالخبرة واضح إنه أنا في عندي هون R وفي عندي هون R to the، يعني إذا بدي أعتبر هذا constant R kind of cube، لما بتكون عندي power في denominator أعلى من numerator هذا polynomial، واضح إنه حل هذا الانتجرال رح يكون straightforward باستخدام substitution. كيف رح أحل؟ رح أجي أحكي أي شيء ثابت خليني أخذه لبرا وبعدين نحاول نعمل التكامل بالتعويض. إذن K ثابت، مفترضين إحنا uniform distribution للمساحة، إذن سيجما ثابتة، بدي أخليها 2 لسبب هلا رح نعرف شو هو. Z بعد النقطة إحنا بنحسب at a specific point so it's constant، وبدي أخذ باي. Okay. طيب إذن هذا في numerator صفى عندي التكامل من 0 ل big R لإيش؟ This is 2R dr divided by R squared plus Z squared to the power 3 half. Give me double check. This is kz sigma pi. Yep. الآن هذا التكامل كيف بدي أعمله؟ بكل بساطة بجي بحكي لكم well، افترضوا إنه u بتساوي هذا r squared plus z squared. du شو بتساوي؟ z constant بتساوي 2r dr. إذن الآن بإمكاني أحول، لهذا السبب خليتها أنا 2r dr. بإمكاني أحول التكامل من r ل u وننسى مبدئياً الليمتس، بس نرجع نعوض r برجع أخليهم. Okay. So just keep in mind, الآن هذا بيساوي k sigma z multiplied by pi. الآن we have du 2r dr عبارة عن du، وفي عندي هون في المقام u to the power 3 half. U to the power 3 half إذا بأخذها للبسط بتصير u to the power minus 3 half. وهي polynomial سهل جدا إني أكملها، هاي عبارة عن u للقوة بضيف للpower 1 وبقسم على نفس الpower، مش هيك؟ رح أحصل على هاي النتيجة. K sigma z pi. Okay. طيب الآن مقام المقام بطلع للبسط، إذن بتصفي عندي this is k sigma z pi this is minus 2. في الآن هاي واحد على جذر u، واحد على جذر u، just keep in mind إنه u هي r squared plus z squared، إذن واحد على جذر r squared plus z squared من big، من 0 إلى big r، هاي حدود التكامل بدي أعوضها الآن. طيب شو بصير عندي؟ بصير عندي التالي، يلا خليها مش مشكلة، k sigma z times pi، وخلي الإشارة السالبة رح تلزمني، لما بعوض الأبر ليمت رح تعطيني square root of big R squared plus z squared، ولما بعوض اللور ليمت مكان R this gonna be zero z squared تحت الجذر، إذا رح تصفي عندي فقط minus 1 divided by z. الآن إحنا منحبش الإشارة السالبة، فرح أشتغل خطوتين. شو هي؟ رح أدخل الماينس زي، رح أضرب بسالب وبعدين رح أضرب بزي مباشرة وأرتب المعادلة. شو بيصير عندي؟ بيصير عندي التالي this is هاي 2 برا k sigma pi الماينس زي بدي أدخلها، بيصير هذا الحد الموجب قيمته 1، والآن هذا الحد السالب قيمته minus z divided by r squared plus z squared. ماشي الحال؟ طيب الآن نبسطها أكثر. K أنا بعرف إنه قيمتها 1 divided by 4 pi epsilon naught. لاحظوا 2 pi مع ال 4 pi بصفي عندي just 2. إذا كل هاي الكوفيشنتس الموجودة عندي هون راح تصفي فقط sigma divided by 2 epsilon naught. Again K 1 divided by 4 pi epsilon naught 2 pi مع 4 pi epsilon naught بصفي عندي 2 epsilon naught بعد ما أختصر ال pi في 1 minus z R squared plus Z squared. إذن هذا هو المجال الكهربائي الناتج عن ديسك نصف قطره R عند نقطة تبعد مسافة Z من مركز هذا الديسك. خليني أخذ هاي النتيجة اللي أنا وصلت لها والآن نحدد الاتجاه. بدي أرجع على هذا الشكل بس بدي أكتب النتيجة جنبها، نشوف الآن كيف رح نحسب
الالكتريك فيلد. اذا فور ا تشارج ديسك، اذا بيكون عندي تشارج ديسك اللي هو شكله بهذا الشكل، بيحمل شحنه موزعه على المساحه، اوكي ديستريبيوتد يونيفورملي، وبحسب الالكتريك فيلد عند اي نقطه مثل بي بتبعد مسافه زي، طلع عندي مقدار كمقدار من المجال الكهربائي سيجما ديفايدد باي 2 ايبسيلون نوت 1 ماينس زي على سكوير روت اوف ار سكوير بلس زي سكوير بهذا الشكل. طيب وين اتجاهه يا جماعه؟ احنا حكينا كل حلقه، لاحظوا كل حلقه رح تعطيني مجال كهربائي بهذا الاتجاه، رايت؟ الان معناها اذا باخذ الحلقه اللي بعديها رح تعطيني بهذا الاتجاه وهكذا. So therefore كل الحلقات الموجوده عندي finally رح تعطيني محصل المجال الكهربائي if we have a positive charge رح تكون بهذا الاتجاه، بعيده عن هذا الديسك. So this is the net electric field from the disk at point P بتبعد مسافه Z. What if we have a negative charge disk؟ بكل بساطة على امتداد الخط الواصل أو بمر بمركز هذا الديسك رح تكون أو يكون الإلكتريك فيلد toward this disk. الحالة الخاصة اللي أنا interested فيها صحيح وبتهمني بدأت فيها if we have an infinite charge distribution، بمعنى إذا كان عندي infinite distribution، بمعنى إنه هذا الديسك اللي أنا عم بتحدث عنه أبعاده كبير كثير بالمقارنة مع النقطة، أو النقطة هاي اللي بحسب عندها الإلكتريك فيلد قريبة جداً من هذا السطح بحيث إنها بتشوف السطح goes to infinity وكأنه كثير كبير، infinite disk. For infinite disk في هاي الحالة رح أجي أحكي well r goes to infinity. لما r goes to big number infinity في هاي الحالة 1 divided by infinity it's gonna be zero، مش هيك؟ فبيصفي عندي الإلكتريك فيلد الناتج عن an infinite surface بغض النظر شو كان ديسك أو غيره رح يكون عبارة عن سيجما divided by 2 epsilon naught. إيش هاي النتيجة اللي حصلت عليها؟ أنا عم بحكي لكم الآن لو كانت النقطة كثير قريبة رح تشوف هذا الديسك لا نهائي الأبعاد كثير كبير، معناها عند أي مكان قريب شوي أو بعيد شوي within this region تحت هذا الشرط، لاحظوا الإلكتريك فيلد ما بيعتمد على المسافة. الآن إذا كان الإلكتريك فيلد ما بيعتمد على المسافة and that and always it's gonna be far away from positive charge، هذا بنسميه uniform electric field. إيش يعني uniform electric field؟ يعني ثابت uniform electric field، مجال كهربائي ثابت، مقدار واتجاه، هي مقداره ما بيتغير، سيجما ثابتة، تو ثابتة، وإبسلون نوت ما just constant. إذا حصلت على مجال كهربائي عند infinite surface مقداره ثابت واتجاهه دائما ثابت. الآن هذا النوع من المجالات الكهربائية بنسميه uniform electric field. وهلا راح أفرجيكم شكل من أشكال uniform electric field وين ممكن إحنا نحصله في المختبر. إذا again إذا بشتغل على ديسك بدون ما يعطيني هذا الكونديشن، مثلا يجي يحكي لي والله نصف قطره بيساوي R وبحسب الإلكتريك فيلد عند نقطة بتبعد مسافة 2R أو R divided by 2. لاحظوا إذا بتكون ratio أو قيم مسافات متقاربة بصيرش أخذ هذا الابروكسيميشن. We have to apply this equation. واضح؟ إذا كان في عندي حالة خاصة لا بشتغل بهذا التقريب. أخذ مثال example وبدي أفترض يا سادة يا كرام الآن again this final result still valid بغض النظر شو كان الشكل الموجود عندي، هل هو circle، هل هو ريكتانجل، تريانجل، سكوير، شو ما كان شكل السطح بغض النظر شو كان شكله، إذا النقطة قريبة جدا من هذا السطح بالمقارنة مع أبعاد السطح رح أجي أحكي رح يكون الإلكتريك فيلد يونيفورم ويعطى بهذا الشكل. okay. إذا بدي أفترض أنا وياكم we have خلينا okay. Let's say two uniform again مش بجديل بالنسبة لنا لكن كمان شوي لا هاي المعلومة جدا مهمة two uniform infinite surfaces بغض النظر شو كانت أشكالهم ماشي with plus sigma and minus sigma charge densities. الآن مطلوب find expression كexpression بديش مقدار بس كتعبير find the net electric field at let's say point A B and
سي، وبدي منكم يا سادة يا كرام تساعدوني. الآن عندي سطحين لا نهائيي الأبعاد، بدي أتخيل الآن. لاحظوا هاي الورقة اللي أمامكم، هذا سيرفس مثلا، إذا بدي أجي أطلع عليه من طرف بهذا الشكل، للأسف أبعاد الكاميرا مش رح تساعدني، شو رح يظهر إلي؟ رح يظهر إلي الإدجز، هذا الطرف فقط الموجود عندي هون، right؟ إذن رح أتخيل هذا الإنفينيت سيرفس الموجود عندي هون something like this. هذا واحد منهم بيحمل plus sigma، وهذا الآخر بيحمل minus sigma. هذا سطح للداخل، ماشي، أبعاده للداخل، okay؟ الآن مطلوب أحسب أنا وياكم النت إلكتريك فيلد at point A, at point B and at point C. فقط وصف كمقدار، بديش أحسب كأرقام. في حدا، يلا يا جهاد، في حدا بيحب يساعدني؟ أعطيني يا جهاد. أبدأ أنا وياك عند النقطة A. الآن بشكل عام المجال الكهربائي لإنفينيت ديستريبيوشن ما هي إلا سيجما على 2 إبسلون نوت. Just keep this in your mind. خليني أسمي هذا السيرفس الأول وهذا السيرفس الثاني. يلا ساعدني يا جهاد، كم مجال كهربائي عند النقطة A؟ طيب أعطيني يا محمد، مين حب يشارك يا جماعة؟ دكتورة عند A في اثنين، في اثنين، ولكن الماينس بعيد شوي. طب خلينا شوي شوي يا محمد، الآن عند A في اثنين، خلينا نحدد اتجاههم، مقدار كل واحد we can figure the magnitude, right؟ بإمكان نحسب المقدار، خلينا نحدد الاتجاه. إذا بتكون الشحنة أو كثافة الشحنة السطحية موجبة، معناها الشحنة الموجودة على هذا السيرفس موجبة. وين اتجاه موجبة؟ وين اتجاه المجال الكهربائي؟ لليسار. لليسار. اليسار. The direction of the first electric field اللي جايين من the first surface. What about the second one؟ من الثاني. اليمين. لليمين شحنة سالبة، إذا رح يكون الإلكتريك فيلد تو ذا رايت. هل انتبهوا، الإشارة ما بتهمني في حساب المقدار، بتهمني هون في الاتجاه. باجي بحكي محصلة المجال الكهربائي عند النقطة A هي مجالين من السطح الأول ومن السطح الثاني. هلا من السطح الأول ما باجي بحكي بلس سيجما، لا، أنا بهمني المقدار، مقدار المجال الكهربائي سيجما ديفايدد باي 2 إبسلون نوت، هذا المقدار، لأنه كثافة الشحنة السطحية إتز سيجما، بقسمها على 2 إبسلون نوت. اتجاه المجال الكهربائي to the negative x-axis، إذن هذا المقدار والاتجاه minus i hat. واضح؟ ما بعوض الإشارة في الكميات المتجهة يا جماعة، ما بعوض الإشارة، واضح؟ okay. We are running out of time. Hopefully إنه على الأقل أنهي حل هذا السؤال. الآن plus كمان عندي مجال كهربائي ثاني بيحمل نفس مقدار كثافة الشحنة السطحية، so this is sigma divided by 2 epsilon naught، إلا أنه اتجاه المجال الكهربائي it's gonna be باتجاه plus I hat. لاحظوا لما بتكون عندي مركبات بنفس الاتجاه، إذن على طول بإمكاني أجمعهم أو أطرحهم حسب الإشارة الموجودة عندي هون. We have same magnitudes, so this gonna be zero. بنفس الطريقة رح يطلع محصلة المجال الكهربائي كمان عند النقطة C بيساوي صفر، بس مش بهذا الترتيب. ليش؟ الآن عند النقطة C رح يكون اتجاه الإلكتريك كمقدار، okay، كمقدار المفروض ما كتبتهاش هون. Similarly do the same thing for C. عند C رح أجي أحكي well we have two electric field، من الـ positive one رح تكون باتجاه الـ plus I hat، لاحظوا هون كانت باتجاه الـ minus I hat، ومن الشحن السالبة it's gonna be towards this charge to, so to the negative x axis this is E2. فالمفروض أجي أحكي بالنسبة لـ C هي عبارة عن sigma divided by 2 epsilon naught المجال الكهربائي الأول to the right plus I hat، والمجال الكهربائي الثاني again sigma divided by 2 epsilon naught لكن اتجاهه باتجاه الماينس I hat. Similarly this gonna be zero، أيضا بنفس الطريقة هذا رح يعطيني صفر. طيب what about B؟ باجي بحكي B من الشحنة الموجبة فراوي، معلش خليني سريعا أحلها، أو إحنا سميناها رقم واحد، ومن الشحنة السالبة كمان باتجاهها. إذا حصلت على متجهين بنفس الاتجاه وكل واحد منهم بيعطيني electric field to the right، إذا رح أحكي المجال الكهربائي عند النقطة B ما هو إلا مجال من الشحنة الأولى، okay، أو من السطح الأول، so this gonna be sigma divided by 2 epsilon naught باتجاه الـ I hat، sigma divided by 2 epsilon naught باتجاه الـ I hat، so finally it's gonna be sigma divided by epsilon naught باتجاه الـ I hat. طيب لو جيت حكيت لكم عندي نقطة أخرى هون بسميها D، كم مقدار المجال الكهربائي؟ سموا هاي النقطة D، سموا لي هاي النقطة E، شو رأيكم؟ كم مقدار واتجاه المجال الكهربائي عند D عند E مقارنة في V؟ آي عبادة؟ نفس القيمة،
نفس القيمة. ليش؟ لأنه أنا عندي uniform electric field. لاحظوا المجال هذا ما بيعتمد على مسافة يا جماعة، هون طلع عندي صفر لأنه عندي متجهات متساوية ومتعاكسة في الاتجاه. انتهى وقت المحاضرة لكن أعطوني دقيقة واحدة أنهي. الآن إذا عند أي نقطة داخل هذا الديستريبيوشن رح أجد أنه جميع النقاط إلها نفس مقدار المجال وإلها نفس الاتجاه. الآن هذا النوع من المجالات الكهربائية بنسميه uniform electric field. كيف ممكن أحصل عليه؟ نحصل عليه من إشي بنسميه parallel plates اللي هي سطوح متوازية تحمل نفس مقدار الشحنة ومختلفة بالإشارة. إذا بدي أرسم الديستريبيوشن للإلكتريك فيلد، خليني أبعد عنها هون شوي، باجي بحكي إذا كانت this is a plus sign and this is a minus sign، خطوط المجال الكهربائي من الشحنة الموجبة باتجاه الشحنة السالبة، هذا هو اليونيفورم إلكتريك فيلد. توازي خطوط المجال مؤشر لمساواة المجال مقدار واتجاه. الصحيح نوعا ما في عندي ديفولت عند الأطراف، لكن إحنا عادة بنعمل لها سكيب، خلص بهمني أحصل على مجال كهربائي منتظم. إذن باختصار بحصل على المجال الكهربائي المنتظم إذا بتكون عندي سطوح متوازية وبتحمل نفس مقدار المجال الشحنات الكهربائية. ليش؟ لأنه فاينالي أنا ما في عندي أي اعتماد على المسافة. طيب حتى هيك شوي أنشطكم، حبذا إنه المحاضرة القادمة نبدأ بهذا الإكزامبل سريعاً، مش رح أخذ إجاباته منكم. الناس اللي ما رح تشتغل معي مش رح حل هذا السؤال. الآن حلوا لي هذا السؤال، افترضوا أنه السطح الأول بيحمل plus sigma divided by 2 والثاني بيحمل minus sigma. وجدوا لي نفس الإشي الإلكتريك فيلد عند A, B and C، بدي الفاينل ريزلتس فقط، يعني بدي تحكوا لي المجال عند A قيمته كذا واتجاهه كذا. Similarly for B and C. So I want to stop right here.